ساكن في الدار كيطلعوا الشرج نجيبوا الله في الارهاب هنايا. والله الا المصيبه مصيبه. عيط له عيط له مشو هذوك اللي طلعوا تما عيط لهم يا ودو. لا لا ودابا هذوك ما عندهم ما يعملوا تما هو خدام هو ما عيط لهم يا ودو. لا دابا هادوك اللي تما عيطهم يهودوا فهمتي؟ هو مع صاحبي هو غيصور بيده بلا ما يجيو القهوه زعما ما عاد غيوري ما كيعرفش هو والله الا واكل الناس مطرنا اللي اقل واحد من الوقت نضف واحد صباح نعيط اذا متابعي قناه شوف تيفي اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينه طنجة بالضبط من منطقه العوامه مقاطعه بني مكدة بالضبط حي خندق الدير. شوفوا الحي ديال خندق الدير كيف عامل يعني ما تعرفوا حي ما تعرفوا غابه ما هادشي هذا ما تعرفش شنو هو. شوفوا الطريق ما كايناش بصفه نهائيه. شوفوا الطريق ما كايناش في هذا الحي هذا بصفه نهائيه. الساكنه كيعانيوا هاد الناس اللي صوتوا عليهم وكذا فحال نقولوا كيخدموا غير بالدق ما كيخدموش من ديتهم راسهم ما كيخرجوش يخدموا الساكنه كيخدموا غير بالدق. شوفوا الطريق ما عندهمش هنا جيت هنا هذه واحد ثلاث ايام ولا يومين كان عندهم مشكل ديال الواد غير جيت مشيت ما كملناش حتى 20 دقيقه التحقوا بعين المكان وعدلوا لهم هذا الواد هذا والطريق عاود شحال هما كيتشكاو بالطريق والطريق عاود شحال هما كيتشكاو بالطريق ولكن عاود بحال اللي كتكب بالماء في الرمله ما جاوش ما كيعطيوهمش اهميه للساكنه وعاد تزيد الازبال اللي كاينه الناس كيخرجوا يعني خصهم غير يعني الحاويات ديال القمامه باش يسيبوا الزبل باش يسيبوا القمامه ديالهم النفايات ديالهم ما كيلقاوش فين يسيبوا هادشي هذا بصفه نهائيه. فلا حول ولا قوه الا بالله الطريق ما كايناش الضوء ما كاينش لا مع العشرة شوفوا الحي هنا ما كاينش بصفه نهائيه الضوء ما كايناش هنايا مره كتشوف الشوارع الحي هذا الحي هذا باقي عنده سريات قدامين ديال الخشب كان جيران طنجة جلال الملك ترى قول لمراه طلب علينا هادشي هذا كلشي يتعدل ولكن هادشي هذا ما كيتعدلش. الاحياء الشعبيين دائما كيسمحوا فيهم علاش كيسمحوا في الاحياء الشعبيه كيصلحوها اي ما شافوه هما وحنا ديالنا كاملين سامحين فيه ديال الحي الشعبي اي حي شعبي ما كيديوهاش فيه فهمتيني وهادشي هذا خصو ضروري هادشي هذا يتعدل حتى حنا محسوبين ماشي غير هما محسوبين تا هما عندهم المسؤوليه ديالهم الحي ديالهم كيصلحوا والحق الحي ديال الدراويش ما كيصلحوش احنا الدراويش دائما كينساونا في اي حاجه ولكن هادشي هذا ما خصهم تا هما يفتخرونا احنا دراويش يجون الحي ديال الدراويش يعدلوا يعرفوا فين هم ساكنين هذا ما كنعرفوش البرمانيين كنشوفوها من نهار الانتخاب كيجيون عندنا صافي ومن تنين حتى واحد ما كنبقى نشوفو فيه واش هادشي كاينه هادشي هذا ما خصناش يكون البرمانيين بيدهم خصهم يجي يشوفوا ذيك الناس اللي كيصوتوا عليها ولكن ما كيجيوش عندنا مره ما كيعطوناش الدخل اننا فهادشي انا مره كنشوفوها من نهار الصوت ديالهم كيجيو عندنا صافي يعني كيجيو عندكم في الساعه ديال الانتخابات الساعه ديال الانتخابات اللي كيجيو عندنا ولكن دابا ما كيبانونش كيجيو في الساعه ديال الانتخابات فهمتيني علاش ما يجيوش يشوفوا هادشي هذا احنا مسيبين هنا والازبال والناس ما كدير الريحه كارثه الناموس كيقتلنا هنايا والله يا خصهم هذا الشيء هذا يفكروا فينا بزاف احنا المودو كيجينا شهر بشهر ما كيسمحوناش حتى في نهار فهمتيني فهادشي هذا خصو ضروري يتعدل ما يخليوناش احنا الشعب دائما الشعب الصغير دائما محقور خصهم لا ضرف ولا تا هما يوقفوا معانا كما كنوقفوا احنا معاهم هما يوقفوا معانا احنا جلاله الملك الحمد لله عطانا هادشي هذا بينا البلاد بينا هذيك خصهم يبينوا تا الدراويش فين مساكنين ماشي يبينونا غير في الجهاد البحار وبينوا فينا في الجهاد ديال المناره ولا يبينونا في الجهاد البحار بحاره ولا الشواطئ البحار يبينونا حاجه مزيانه ولكن داخل عندنا الخنز خصنا حتى هنا نخدموا كيما يقولوا جلاله الملك اي بلاصه هنا الطرقان بزاف ديال الحاجات عندهم مصلوحه بالحق هنا ما صلحوهاش كامله خلوا الطرف هنا وطرف هنا والطريق هنا وهنا هنا مقطوعه في اي بلاصه كل حومه ما كملولهاش الا الخدمه ديالها
هذه كامله جات مصلوحه، هذه كامله معطيه، وهذا الشيء كامل ما مصلوحش. هالجوارع الشوارع هما خلوا نص ديالهم، هو الشارع مقطع، هالشارع هنا من فوق مقطوعين، هذا الواد كامل طالع باخراره على كيفط على الناس كذا رفا، ولا في ساعات الشتاء ما يقدرش تشوف هذا الشيء، هذا والله ما يقدر تشوف الناس مساكين هنا، فهمتيني؟ الواد الحار في النهار كتجي الفياض، الناس مساكين ما كيقدروش يقطعوا الاولاد من المدرسه من هنايا، كاين الناس ساكنين في الاتجاه هيدا ما كيقطعوش هيدا، والله يا اخي خصو يطلع من واحد القنطره من الجهه الفوقانيه. وشكرا وسمحنا خير، الله يرحم الوالدين، الله يعززك بكم. اجين اجين حالك صحيح. السلام عليكم. درنا عندي. السلام عليكم اسيدي. شوف كنطالبوا في هذا الشيء، هذه القضيه ديال الواد راه خصهم يصلحوا لنا اقرب وقت، راه ولادنا ما كيمشيوش للمدرسه ملي كيتقطع ملي كطيح الشتا، ولادنا ما كيمشيوش للمدرسه، بنادم كيسمين يقطع، الناس غارقه في الماء، كيدخل الماء لداخل على الناس على ديور ديال الناس، انا براسي كيدخل لي الماء لداخل، انا براسي ساكن في الواد وما كنسي ما نمشي، انا براسي كنوقف على كل السكر ما كنسي ما نجيبو. بالنسبه للضوء اللي ما عندكمش في الحي، الضوء في الحي كامل، من الضوء قليل في الحي كامل، وداروا معنا وعدونا دابا يديروا لنا الاناره مع الطريق هذه اللي عدلوا، فهمتي؟ وما عدلوا والو، هذا الداخل الضوء ديما مطفي، دابا حاليا راه البول كلشي مطفي. كنطلبوا في الضوء، كنطلبوا في الاصلاح ديال الواد، كنطلبوا في الواد يعدلوا لنا الواد. ما حنا الشتا راه غتجي وما غنسيبو ما نمشيو، فهمتي؟ والطريق عاديه راه فهمتي، خصهم لابد ليله يجيو ليله. الطريق راه ما مصلوحاش، يعني ما فيها ضوء، ما فيها طروات الزبل، عاودونا بالطروات الزبل، عاودونا باش يعدلوها مزيانه، ما عدلوا والو. ودابا هادشي اللي كنطلبوا في القضيه ديال الواد، وكنطلبوا في القضيه ديال الاصلاح ديال الواد، هذا هو الاول، القضيه ديال الواد يصلحوا لنا هو الاول، يعدلوا لنا الواد هو الاول، والثانيه هذه الطريق هذه. والسلام عليكم. بسم الله. السلام عليكم اخويا، كنهضروا على حساب الطريق هذه، الطريق راه ما مصلوحه ما والو، كيجي الفيضانات كيدخلوا الماء كيدخل حتى للديور، كاين اللي ما كنسلكوا من بلايص اخرين من جهه الطريق، كنطولوها على جهه اخرى وعاد باش كنسلكوا هنايا، هنا ما كيبقاش يبان حتى شي حاجه كاع، غير الماء هنا كيبقى غير الامياه. وكنطلبوا من السلطات ومن المسؤولين تدخل عاجلا في اقرب وقت اخويا، انا كان عندي معاناه كثيره كاع، وتجي في الوقت انا كتجمعوا الحشرات كتجمعوا اي حاجه هنا، اناره ضعيفه. السلطات والملحقه والمقاطعه ملي كتعملوا شكايه واش كيستافوا معكم ولا لا؟ بالنسبه لي انا كنهضر على نفسي، كنت عملت شكايه على حساب هذا الشيء، هذا الشيء ديال الزبال وهذا الشيء، كنت طلعت عند القايل تما وهضرت معاه قلت له شنو قال لي انا نهضر مع المقدم، جا المقدم غيسوق على تصوروا داك الشيء، وسردوا هذوك صحاب الانعاش لهنايا وجمعوا شي حاجه، ومن بعد ما كانت شي حاجه اخرى كاع. قصدك الطريق هذيك قايله صافي نبدا؟ تفضل. بسم الله. السلام عليكم. بادئا ببدء كنشكروا شوف تي في على هذه المبادره وهذه الالتفاته اللي هذه الحياده، كنشكركم بزاف على المجيء ديالكم، وكنتمنوا من السلطات انهم يدخلوا يشوفوا لنا هذه المعاناه اللي كنعانيو حنايا، وحنايا والاطفال ديالنا والجيران ديالنا مساكن كيدخل عليهم الماء، الاصلاحات ما كاينش، الاناره ما كاينش. انا بيدي كعامي جمعوي مشيت للمقاطعه عملت الشكايه ديال البومبيه تعدل، هذه عام وزياده باقا ما جاوش يعدلوها، شنو هذا الاهمال هذا؟ حرام عليهم حشومه. الطريقه ثم كتشوفوا كيفاش مكرفصه، الويدان مغلوقين في الشتا، كنوغلو حنايا وليداتنا هنايا، المدرسه كاينه هنايا، الاولاد كيغرقوا هنايا في الويدان وفي الفيضان، هادشي هذا غير معقول. تصور ان الناس في البوادي عندهم الطرقان علينا حنايا هنايا، وحنايا قرابين عندنا الاصلاح هنايا، وهاد الحومه هادي مهمله، علاش زعما؟ شني زعما حنايا ما عايشينش في هاد المقاطعه هادي؟ ضروري الناس ديال السلطات يجيو يشوفوا المعاناه ديال الساكنه ديال الحي، ويشوفوا المعاناه ويصلحوا لنا هاد الطريق، ويشوفوا
كتشوفوا لنا هاد الاصلاحات وهاد كتشوفوا الردمه فيه مسيبه، الطريق محفره، اناره ما كايناش، بزاف د الحاجات ما موفرين شي في هاد الحي. اذا يشوفوا لنا الله يجازيهم بخير، يشوفوا لنا الحال في اقرب وقت، لان المعاناه كثيره، لان احنا في الشتوى كنعانيو وكنقاسيو. اذا كنشكركم بزاف على هاد الالتفاته وكنشكركم بزاف. اذا متابعي قناة شوف تيفي، كيف سمعتوا معنا المعاناة ديال الساكنة ديال خندق الدير. شوفوا الطريق ما كايناش، الشتا كتكون هنا واد الحملة، يعني الناس اللي عندهم ولادهم كيقراو ما يقدروش انهم يدوزوا من هنا، كيطلعوا يديروا واحد المسافة طويلة، يطلعوا حتى الراس ديال هاد العقبة هذه ويدوزوا واحد القنطرة باش يقطعوا انهم يقدروا انهم يخرجوا من هاد الشارع هذا ويخرجوا. يعني شوفوا الساكنة ديال الحي كلشي واقف هنا، كلشي يعني كما كانوا شي مضرورين ما كانوش غادي يخرجوا كاملين بهم يوقفوا هنا. فلا حول ولا قوه الا بالله، ما عرفناش هاد المسؤولين وهاد هاد القياد وهاد المقدميه فين كيكونوا فين كيخدموا، ما عرفناش ما دورهم في هاد الصوره بهذا. نتمنوا انهم يتحركوا ويعملوا خدمتهم. متابعي قناه شوف تيفي، حاليا وصلنا بعد قليل في بث مباشر اخر.